هنا بمدينة الصخر العتيق قسنطين التي لا تزال العروس القسنطينية تحافظ على عادات أجدادها والتي لا طالما ميزتها عن باقي عرائس المدن الأخرى. الكريا، شاطمة، بوريشة، بوجعبة هي أسماء أنواع قماش تستعمله المرأة القسنطينية من أجل صناعة الأفرشة في تجهيز العروس، والذي تقتنيه من محلات بيع القماش المتواجدة في أزقة المدينة العتيقة. الكرية هي نوع من القماش كان فيها الكرية تاع النطار هذه، وكاين بوريشة وكاين الشطمة، كاين بوجعبة تاع بكري، نوع خفيف ونوع ثقيل. الثقيل هذاك يستعملوه الناس اللي لبس عليهم، ودرك تنموك مليح مليح مليح، ولو يستعملوه العرايس. بالنسبة للصح لبها خيط فيه القطن، والاخر فيه شوية كونتيتي هكا نتاع نيلة مي جوج. بصح درك عادوا يديروا في بوجعبة، بوجعبة هذا اللي سوليد، طري سوليد، تلقاه يطرحوا فيه اولا كي ترقد ما يتكسلش المطرح، خيط صافي يقعد ديما هو هو. والشاطمة درك واش عادوا يديروا بها؟ عادوا يديروها غلاف، يديروها بالسنسور. الحرفة هذه ورثناها من علنا جدنا ووالدينا من 59، وحنا نخدموا في الكرية هذه اليومين هذا 63 سنة وحنا نخدموا في الكرية هذه. هي أصلها من تونس، وكانوا فيها اثنين من الألوان، العنابي والوردي. تاع تونس تقطعت ما كانش، ولات كاين منتوج محلي وصيني، والمنتوج المحلي أحسن من المنتوج الصيني، وكل نوع له اسم خاص مثل بروكار، مالوف، جورجات، إيلينا، وهذه الأسماء لكي نميز بأي رشمة، كل رشمة لها اسم خاص. الكرية ما زالوا عرايس محافظين عليها، خاصة هنا في قسنطينة كاين عرايس لازم يجيو يديروا الكرية، يخيروا الأنواع، باسكو الكرية دخلنا في العصرانة، دي موديل تاعها دخلت في العصرانة، ولاو الكرية هذه يديروها بالغلاف، ما بقاش قليل يطرح فيها، ولاو يطرحوا في بوجعبة ويغلفوا بالكرية من الفوق بالسنسور يخدموها، تخرج مثلها مثل كما نقولوا حنا صالون، كاين اللي يخدم معاها تاني مخاد، سما باسكو دي موديل تاعها دخلوا في العصرانة، الرشمات جدد ما بقاتش كيما بكري. دخلنا بكري على تونس، هنا كان بكري نجيبوا الشاطمة هذه من تونس، كانت تجينا شاطمة حمراء هذه، وكانت تجي شوية فونسي، تجي رايحة للعنابي كرونا. دركا راهي ما كانش خلاص، هذه اونسيان ستوك خلاص، هذه بالك سقف الله يا ربي عندها 30 سنة، والله فايت 30 سنة. احنا عندنا في قسنطينة نخدمو نبداو الساعة بالكرية، الكرية هي الأساس. احنا في الشرق عندنا يخرجوا مطرح تاع الصوف، محال تخرجي الشورى تاعك بلا مطرح تاع الصوف. لبغات ديري لي فوتي، ديري واش ديري، لازم عليك ديري الكرية. الكرية هذه نغلفو بها، نحشيو فيها المطرح تاع الصوف، يخرجوها العرايس، يخرجوهم من 4 وروح، كاين 4 و8 مخاد، كاين يديروا 6 و8 مخاد. هادو تاع العادات والتقاليد تاعنا. الشيء اللي خلى المطرح تاع في قسنطينة يبقى الصناعة تاعو حية، ان اقبال العرائس ما كانش عروسة في قسنطينة وما تخرجش معها في الشورى تاعها مطارح تاع الصوف، وعلى هذا الاساس بقات الحرفة هذه واقفة لغاية الان. دخلت عليها بعد تعديلات هذه الحرفة هذه، اصبح عندنا مطارح شوية نوعا ما كما نقولوا احنا مودرن. رغم التطور الحاصل وتنوع المنتوجات في الأسواق، إلى أن هذا النوع من القماش لا زال يحافظ على أصالته وقيمته المعنوية عند القسنطينيات اللواتي يفضلنه على الأنواع الجاهزة حديثاً.